مرحبا واضح، معكم الممثل عبد الله الفاندي من ليبيا. من صغري تمنيت اني نكون داخل التلفزيون مش بس نتفرج عليه. في 2015 اجتني فرصة اني نكون بطل اعلان تلفزيوني. اعلان كان تجربة جميلة جدا، فتحت لي هلبة ابواب، خلت المخرجين يشوفوني ويحطوني معاهم في قائمة ممثلين المسلسلات الرمضانية. المسرح أستاذ الشعوب، نتعلم منه ونسقل الموهبة. نكتب على الموت اللي ولع أسهل حاجة، نكتب على أطفال يتمو. ولكن الأخبار تتحدث كل يوم عن كاتب تعرض للاعتقال أو الاغتيال. وقررت اللجنة ذهاب هذه الجائزة إلى الممثل عبد الله الفاندي. رجيك رجيك، انزل هزال، انزل تشجيع كبير من الأسرة والجمهور والأصدقاء والأحباء، خلتني نفكر ليل نهار في خطوات ثابتة وراكزة. قريبا مشاركة سينمائية في مهرجانات دولية، ونتمنى أنها تنال إعجابكم. نوعدكم بمسيرة صافية باجتهاد أكبر، بإذن الله نتائج أحلى. شكراً واضح على هذه الاستضافة، نتمنى لكم كل التوفيق لكل طاقم العمل.